من المسائل المهمة التي أريد أن تنتبه لها، يجب أن تعلم أن العلوم الشرعية بالخصوص من خصائصها أنها إنما تؤخذ عن الأشياخ. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. هذا الشرع إنما ينقل عن الأكابر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. علم الشريعة لا يؤخذ من صحف ولا ينقل من كتب، وإنما يؤخذ من الصدور. ولذلك جاء في التوراة خبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم يحفظون العلم. وليس علما ما حوى القمطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. يقول النخعي أو غيره: العلم ما دخل معك الحمام. وأما الذي يجلس في المكتب هذا ليس علم، هذه مكتبة باقية لها مكانة، لكن الذي يدخل معك في الحمام هذا هو العلم، هذا هو العلم. إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة، وهو قضية أنه لا بد من العناية. مش كنا هذه مسألتنا هذه الأخيرة، أخذه من الأشياخ. نعم، لا بد من الأخذ من الأشياخ، لا بد من الأخذ من الأشياخ. بخلاف آخر الزمان، فإن آخر الزمان أشار بعض العلم أظنه الشوكاني ذكر أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وذلك حينما لا يكون العلم متصلا، وإنما يأخذونه من الورق، فإنه في آخر الزمان يفشو الكتابة ويفشو القلم، ولكن يكون للناس رؤوس، ولكن هذه الرؤوس جهال. قال: وهذا يدل على أنهم لم يأخذوه عن الأشياخ. إذن لا بد من الأخذ عن الأشياخ، والحديث الأخذ عن الأشياخ طويل، ولكن نكتفي بهذه الإشارة.